ممكن يعني نفكر برضو الناس بـ بـ بشغل احمد بشغل هيثم احمد زكي. ماشي. احنا قلنا ان هو هنقول سبع وصايا دلوقتي. تمام. السبع وصايا بالظبط ده كان تم عرضه سنه 2014 وبعد كده عمل امبراطوريه مين برضو من الاعمال المهمه جدا، وكمان استاذ ورئيس قسم ده كان سنه 2015 ده طبعا كان مع الزعيم عادل امام، وطبعا كمان من ادوار المؤثره جدا اللي قدمها ببراعه شديده جدا كان مسلسل كلبش 2 كان مع الفنان امير كراره وبيتر ميمي، كان يعني من ادوار مميزه جدا اللي قدمها واثبت للناس ان هو ممثل قدير وبارع وبيشتغل على نفسه. وطبعا اخر عمل ليه كان علامه استفهام، وهو كان اخر عمل لهيثم احمد زكي الله يرحمه.